بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، إن شاء الله عشر كنا ما أنتوا حكوساب سنيهاي المد مد كأي كوساب سنيهاي بقى أفر يعني أفرتنا يسديدات كتابك أيون كب الله ما عشر كه مد محلي هذا مركوري. المد هو إطالة زمن جريان الصوت بحرف من حروف المد الثلاثة. بدك وحوي إطالة زمن جريان الصوت عطك أنت وصعناي أولا ديريو بحرف حرف نلقو ديريو من الحروف حروفتي المد مدك أهيد الثلاثة سدح ذا هيد سدح ذا حرف ديرينا يلجيدة يا وهي حروف تاسنة الألف والواو والياء. ألف إيه واو إيه يأوي جمعت وحنا لقو جمعي في كلمة نوحيها. هذا نوحيها سد حدي بوي كان وي جمع سي نو واو وضماء كورس حي يأذي أو كسرة كورس ها ألف كيو فتحة أي كورس هل كلمة سد حدي كجمعي نوحيها أي الجمعي وحروفه الثلاثة حروف السد حضانة خالية وحي كم رنتهي من علامة السكون. علامة السكون سكونت علامة دي استما صارنا مركات في رسمه سد وقرنتهي كو الألف الساكنة ألف تريبا المفتوح لكر لقي ما قبلها حرف كهرية ولا تكون من النقطو إلا كذلك سد مويانه ألف ريبان هذا عرفت فتحة وباكوريس هوصلك يوجد منك مهرين كرام. الواو الساكنة واو ريبان المضموم للجذي ما قبلها وحكوري مركز مونا دين ولا تكون إلا كذلك مقرتي ما أوصل دين استدس ميان وح كلام عن كرت محيري واو ريبان فتحة وباكور مركزته لكن مركز ضم كوريس حرف مد ونقطة المضموم ما قبلها فإن انفتح حدي وكردق ما قبلها يا واو ريبنا واو ريبنا أو كهر مري جد يسجنا وحرف كم ذا حروف تمت كيسد هذا فإن انفتح دو كردق ما قبلها واو وحي كر دو كردق كانت حرف لين حرف لين بالي هذا الياء الساكنة يا ذي ريبنات المكسور اللي هوصل ما قبلها وحي كوري فإن انفتح دي وكرنج ما قبلها وحي كوري كانت حرف اللين بين نقطة بارك واوي إيادة حرف مد نوين حرفا لين نوين حرف اللين حرفا لين وحي نقطان لو حرف وحرف اللين لين كواجلع إن هدي أيه لبض وضب أي كرنج وكا خرمره كرنج وحلو يقاني إن ألف وكا خرمره لكن هدي واو وكرنج خرمره سيدا خوف أوكال خوف أوكال أما يأذى كردق وكهر مرة سيدا يوم أو كله مركز يعني وحضر كيسه حرفا لين بالي رضا ويجي مركز الحريرين هاي إلا ما مداي إلا ما مدا لكن مركز لو استاجه يعني خوف مركز أم بالله مدايا مركز هذا وحنا براني تعريف المد مد كغير حديثة هي حروف تسيبان براني وحاو مركز شيخ ولا هاي أقسام المد مركز مدك قيبه سا مدك مركة أنواع وي جودها وحلو قيبي مدك لبق قيبه مد أصلي أو لقوم عواصله كذا المد الطبيعي مدك أصل جاه أما مدك طبيعي جاه إيو مد المد الفرعي أو مد الفرعي المد الفرعي أو مد الفرعي مدك معركتي فرعي جاه مد أصلي ومد فرعي لبق قيبه أيوة قيب سماء محيك ليهن لوضع قيب المركة كان هوري هدان كبلون المد الأصلي هو الحرف المد الذي لا تتحقق ذات الحرف إلا به ولا يستقيم معنى الكلمة إلا به إذا حذفته من الكلمة تغير معناها وحرف المد كأصلقة حليها مد كأصلقة وحرف كمعركتي هو الحرف المد الذي هو هو هو
هو الحرف المدي وحرف مدقة أم حرف المدك الذي كاسو لا تتحقق أين حقيقو بين ذات الحرف حرف جريد ديس إلا به سيئن لها لميان ولا يستقيم أسنتوسين معنى الكلمة كلمة معنى هذا أسنتوسي كرين إلا به إن سدى اللي يرى لمده قال يعني وإن مدكس يعني والله وضع حركة لمده ميانة حتى معنيه قال أو معنى هذا ويري لها لميان إذا حذفته من الكلمة ألفت هذه أتكجويسو مدك النوع عنو كلا أما واو أما يادة معنيه وأسبدل إياه قال ماشي أيها ألفت هذات قيسو قلا 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 هي قال اسكو معنى ما قلا معنى يسمين يسمجر قال ويه طلبات مدك أصلي لا يسبق كما هرمره حرفه حرف كيسي حمز الحمزة كما هرمره سيد مد بدل كأنواع إيمان دون أكل أو يليه كما كمحك سدو حمز الحمزة أو سكون أما الرئيب سيد مد كحمز كمحك سدو وعوي سيد مد كجائز كأي واجب كأكل أو يعني أو سكون أما سكون كما دنبيه أما كمحك سدو سيد مد كلازم كأما مد ك يعني العرض السكون أكل مركا وحوي شروط اولا حرف الجريد ديسا لهلي ما الا مد كامويان طلبات همزه كما هرمرته كما دنبيسو سكون كما دنبيه مركا حرف كدنبينه وانه حركيسن يهو سمي بالاصل اصل با لو مغعابي مد كنوع انا وكلا ما لو مغعابي لان تركه اسغا كتجديسو يخل وحو يعني حمينيا بمعنى الكلمة كلمة دي معناها دي تماما يعني لما يعني تامها كلمة دي معناها دي بو حلينيا ويسمى وحنا لغوما عابية أيضا صدق بالمد الطبيعي مدك طبيعي جها مركك وحنا لغوما عابية أصل لأن تركه كتجديسة يخل وفول حمينيا أما يعني وخربيا بمعنى الكلمة كلمة دي معناها تماما لما يستنام ويسمى وحنا لغوما عابية أيضا بالمد الطبيعي مرك المد الأصلي هي المد الطبيعي وأسكمت ومقداره أنت اللي جيده يو ولما ذينا حركة تاني ولا بحركه مد أصلي أو طبيعي حركة تاني وشاهدك مرخاتك هذا أمر مرخاتي أقدر جانا يسوه مد كان نوعنا من تحفة الأطفال تحفة الأطفال كتاب كيس حق سنة أقدر جانا يسوه هذه الأبيات وأبيات الصوصات والمد أصلي وفرعي له وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون وحير شيخ جمزوري والمد متكي أصلي مد أصلي أه وفرعي مد فرعاوي يعني قيبها متك وقب سموكو شريعا والمد أصلي وفرعي مد هو أصلي يفرعي أو له للطبيعي طبيعي وصقنا عليه مرك فرعي يسقو أو يعني أصل كأوحو أنه قنية مدكي أصلي أها مدك هو أصلي وفرعي مد فرعي أو له للأصل يعني كان أصلي أه حق سكيمة والسمي كوما قعو أولا كان هرئ أو أصلي أو حد كوما قعو ذا طبيعيا طبيعي كوما قعو وهو أي وهو كاسو وحوي ما مد لا توقف على له على سبب مد أو لا توقف أي لا يتوقف أنو سمعت كل استاجين له استاج على سبب سبب كهنتا أي نجرمه ما لا توقف له على سبب أي ما لا يتوقف له على سبب ومتك سبب كهنتي مد دي سوء نجرم أسدى إن لو مده يعني سب يعني ألف همزة كذا بيسية سكون كذا بي أو إن لا ديري سبب نقطة مجري سداس وإن لا يلو أو سداس إن لا أخريه أي حرف كاسو أبور كيسو يعني مرك السبب مح مد طبيعي سبب كيسو ما حد يقول هذا لا سبب له ولا له سبب ماله ولا بدونه السجى مد الدال مدي سكد سلعان تي سنة الحروف حروف تي معها توجد تلب أي توجد من الهلايو يعني حروفه لا أنتي سنة لا مهلايو معناها
يعني وحوية ولا بدون الحروف تجتلب يعني وحوية محوها كلمة دي معناها من واللوم ياوي أي مثلا سيد على صوت المعنى ولا يستقيم معنى الكلمة إلا به ولا بدونه يعني بدون هذا المد يعني تجتلب من لهلا الحروف حروفتي أو مركزي كلمة دي معناها دي ولما يسرن لهلا معها بل أي حرف حرف والباء وغير همز حمزة عن أحين أو سكون أم ريبن عن أحين أو جاي ماذو حرف والباء وعن همزة أحين أم حرف كلو ريبن عن أحين أو جاي ماذا بعد مد حرف كي لجيذي قداشي فالطبيعية طبيعي ما يكون أهانيا يعني معناها حرف والباء أو حرف مد كدن بي حدوسا أحين همزة أم حرف كلو نوع دون هالنقضين أو الغيبي وسن أحين مد كاس محالي لغا مد طبيعي قال صام كان لكن دان أنه جاء مركز ما وحين همزة كذا بيسا يا هداي راضو قال أنكو استاق اللهم دان ريبانا طبيعي ما نقوناي مركز مد كلا نوع إسلي لغا العارض للسكون ونقونايا وأمثلته مثال هذا مد كطبيعي وحكم إذا قال وكا قال لما أقول إنا ترى هذا قال أتقابسه وحكى الله أقول إنا كده يا ريس إنت صوت ترى هذا قال إنا يا ريس قال أترى هذا هي إنا كتقابسه قال أترى هذا لما ذو لما أقول إنت قلنا حيسه لما حركة أنت قدر كده لمده حركتنا وأنت حرف كرني قلت له واقع أما حرف قدر له واقع أما حرف هوس دكان لغود واقف أي حركة اللي هذا هل كمرة تكون واقف وهل حركة مثلاً قا هذا ترى هذا حرف كردكان وهل حركة قا هذا ترى دين ولا بحركة مركب قا زمن كل لغود واقع أي وقت جاس أي قا لمدة أي قا لمدة ساسو كله مركب لا بحركة أو قال وين اللي هذا أمثالكم أمثالكم حرف مدك وألفته محاكاة دمي حرف كلا قدن ها أعمالهم وكا قالوا لما حرف مدك جير قالوا لما حرف مد ألفتي يو واوي مارك اللبضو بابا الطبيعي قالوا 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 مارك قا أنت تكون واقعي سبب لون تكون واقعي سبب الله وضعه وقدر لما ذا يسكمت لإيلاف لإيلاف استجنا لو حرف مد بكوجر إي أو ياء هي لا أو ألفة إي أنت قدر كأديريسو أي لا أديرينسا الله وضعه ومد طبيعية لإيلاف محايا لياء ذو حكذا ما يحرف كرني قال الله ما لا في الألف ترى حكذا ما حرف هاصلي كانوا فاعل العزيز الحكيم العزيز الحكيم العزيز يقربا أو هذا الحرف كله هاصلي كان وكذا مبيه مركز يعني العزيز وين العزيز العزيز وهذا لهم العزيز هذا لهم أما العزيز هذا لينو يأذقون يقولون تبصرون يوسف بورك يوصيكم واو يا مرتي لبضه مت طبيعي أولادكم خالدين مرك مت كطبيعي واسكفوا ده هذا سبب كيسه ما هدي الولاد محوه سبب كيسه سبب ماله أنت اللي ملاي ومقدار حركتين المد الفرعي مد كفرعي هو المد الزائد ومد كزيادة على المد الأصلي مد كأصلي مد كزائد كأوي محو كزائد هاي حق دارينت انت دارين ايو كزائد بسبب الهمزة همزة حرف مد كجداشي ستمد سببتها يعني بسبب الهمزة همزة سببتها تاسو قبل حرف المد حرف مدك هرتي تمت سدا آمنوا وكله أو بعده أم حرف مدك جداش تمت سدا السماء وكله والسكون إيه
إن حرف مد كي قداشي ويماذا السكون ولا يكون منع هذا السكون كاس إلا بعده حرف مد قداشي سمو يعني أسيقا كما هو البرو وشاهدك من تحفة الأطفال هذه الأبيات مرخاتيك وحضرك على الشيغنينة تحفة الأطفال وأبيات الصوصات والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلة حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا بيتك الصدن السديدات إلى كوية فرتنات والآخر نوع كلا كي هو الأصل بها والآخر كان كلا النوع متك الفرعي ومتك فرعي الإرادة موقوف وحون كو استاقيا على سبب سبب كركات يعني وحا أقوى عن متك إلا مر سبب سبب تاسو كهمز همزاء وحرف متك كده بس أو أما سبب سكون أما سكونة مسجلة أي دائما مطلقا يعني دائما يعني مروى البابا أو مثلا مسجلة تحكمها سواء هذه تكون هذه الهمزة قبل حرف المد أو تكون يعني هذه الهمزة بعد حرف المد سكون مسجلة أي مطلقا يعني همزة داسي حنقته مت يعني كهر ريسه أما مت كدم بيسه مطلقا مربع هذه همزة دي اللي هي الحرف مدكي ما عرفتي يعني إيه إيه كهر ريسه أما كدم بيسه يعني وحين نقول إيسه نوع مد كذا مد فرع بالي هذا مسجلا دائما أو مطلقا حتى الأظهر حروفه حروف تمتك ثلاثة تسدح وي فعيها حفظه فعيها أي حفظها وي فعيها حفظه أرضيه من لفظ واي لفظ واي واي وواوي يألفتي يأدي هالكلمة سوكا جي من لفظ واي وهي في نوحيها وحانا ما عرفتي لغو أروري لفظ واي واي أريد هذه وهي تاسونا وحكو جمعيني في كلمة كريا أيقو كوة لجيرا ويعني حروفتي وحلقو جمعيه واي يعني أيقو أيقو هالكلمة كوة لجيرا وهي أيضنا في نوحيها نوحيها نو واوي وي أو ريبان أو ضماء يكور مرتين حي يأذي ريبان أو ريبان أو حكسرا يكور مرتين هانا ألفتي ريبانيد أو فتحا يكور مرتين وهي في نوحيها والكسر قبل الياء يعني والكسر كسر هوسنك ايا اس سغناتي قبل الياء يا هرتي يا ذا سي حرف مد اي نقطه وحا كهري كسره وقبل الواو واو هرتي نضم ضم اهاتي يعني قدنين وقبل الواو واو هرتي نضم ضم ضم ايا ضم ايا شرط شرط واوي يعني والكسر شرط قبل الياء وقبل الواو ضم والكسر يعني شرط قبل الياء وقبل الواو شرط يعني وشرط كذلك قبل الواو ضم يعني واساسوي والكسر هوسنك ايا قبل الياء يا ظهرتي اهاتي وقبل الواو ضم قدنين باهاتي كواس شرط شرط واه سلومد وفتح كردك أيا يلتزم للازم أيا أو يعني للجوكتين أيا قبل الألف قبل ألف ألف هرتنا فتحة وإن لها لا سيدة قال إيا معركة واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا واللين لين جلعوي يعني منها من حروف المد حق هذا كهذه الياء وواو وواو ايو ويا ياء سكن على ريبوي ان انفتاح حدي كردك قبل كل يعني يأذي ايواو يمد والبهرتي اعلن لموجيو يعني حدي مثلا خوف يا بيت وكلا وحال هذا حرفا لين بالهذا لين ها واللين الياء وواو سكنة
والكسر قبل الياء وقبل الواو يضم، شرط وفتح قبل ألف يلتزم، واللين أو كمذا حروفته واو إيادة يعني مثلا حروف تمتك الياء وواو سكنة ياء يواو لغيبي ويان إن انفتاح هدي كرلك قبل كل مد البهرتي أعلنا لموجيه. أنواع المد الفرعي، مدك فرعي أنواع دي مركب مدك السبب ولا يا بنا سويت سمعتها الهمز أو السكون، يعني همز أما سكون همزة أي سبب نقطة يعني مدك إن دارية ولا قد دارية أصلي أما سكون أي سبب نقطة مركب كوي همزة أي سبب تؤيد وسدحنا. أنواع المد الفرعي خمسة وشن قيب مدك فرعي ثلاثة سببها الهمزة سدح سبب تيدو وهمزوي. المد المتصل مدكي حريري متصل وحلويري حرف مدك إيهمزة هل كلمة كحرير صدام هل كلمة أي كحريران وحال قالوا لنا الواجب المتصل كتبت قارو حتقول كيسا مد الواجب المتصل مدكي واجب كها أي متصل كها واجب وحلويري لأن مدديسو إن أفر أما الشن حركة لمده هو واجب. المد المنفصل كان لبعض مدكي يعني منفصل كها أي كلا صوعنا حرف مدكي إيه همزدي لبك كلمة كلا قلن إنا أنزلناه وكلا إنا ألفتي وحيقة شيء كلمة هراء إنا أنزلناه همزدا وحيقة شيء كلمة لبعضه أنزلنا بلو غدا مركوا لمدية لكن حرف مدكي إيه همزدي لبك كلمة أي كلا قلن واي مد ولمد يا او ان انزلناه وحال اذا مد كان سكن مجيز الجائز المنفصل مدك جائز كها اي منفصل كها جائز وحلويري ان لمد ولا دهرينا وا 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 بنانته ان لغابيه بمقدار حركتين وا بنانته قول يراه ان انزلناه ايو إنا أنزلناه والله ما حركة لك ديو تنسدحان المد البدل مدك اللي هذا المد البدل وي مدك البدل كان واحد وي حمزة دي إنا اتماده قبل حرف المد حرف مدك هرتي إنا اتماده سيدا آمنوا أوكالي آمنوا آمنوا مركة إساق الله ما حركة أمبو مدى يا حفص آمنوا وكا مد البدل كمركة حالي هذا كل همز ممدود حمزة والبقول الجيدو أما يدي قد أود هذا الجيد يدي هوسك جيد إي آمنوا أوتوا إيمانا يوحي لهم هذا واثنان اللبق كلنا سببها سد حلاسي سبب كودو همزوي واثنان اللبق كلنا سببها السكون سبب كودو وسكونوي المد العارض للسكون مدك سبب كيسو وياي سكون صدري سكون استاج اللي استاج سبب تدي ويمد عن هين سكون أصله متك كلمة آخر كده اللي استاج سبب تدي كيمد أيوة حليلة المد العارض للسكون سدى الحمد لله رب العالمين هذا العالمين جديد داس وحا كاني نونت انكو استاغي لكن نونت اسي مرهبنا ريب وحا صار فتحة صار الحدا حريرنا يمحليها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لكن مركان استاغي انا ديري بين قط كان لباد المد اللازم مدك اللازم كاوي سينا تفصيل كي زوني ومنظرة وحويا هدي حرف مدك قداشيس ويمادو حرف ساكن سكونا أصليا حرف ريبا وسكون كيسن وياي مد أصليا مركوا عكس العرض للسكون يعني كي هو عكس كيسوية السجن اللي بقى يبدو كلبحة يعني كلمة إيو هي حرفي مد والبن اللي بقى كلبحة مثقل إيو مخفف وينو إيمان دونا أحكامه ثلاثة مركب مدك أحكام تيسوا سدة الوجوب الجواز اللزوم مدك إنه واجب يعني ما معنى الوجوب وجوب يعني لقمة قابل كرو أنتي قدر كيس أها أو أفر أمشان حركة مدك نوع عصوك لوا مدك حرف مدك إيه
ألفتي أما مدك حرف مدك حرف مدك همزدي أي كلمة وذا قلق وجوب أفر حركة مشان حركة يعني لقما يرين كان الجواز هذه كلمة هراء وحرف مدك كجرو كلمة لبعض همزدي أكهب لام ميسانة وحكو بنان ديرين إيو قابن اللزوم إلا ديرين موينة وح كلمة صورة قلمها oo dheereeytiis waliba lix xarako lamado waa hadii xarfu madkii xarfka ka dambeeyay uu reeban yahay reebkaasina uu asal yahay ma aragtay sida al ana waqad asayta qabl oo kale oo fi suurati yunus iyo ya ma aragtay wana iman doona wuxuu yiri sheekhu lil madd ahkam thalathatun tadum wa hiya al wujub wal jawaz wal luzum للمد مدكي أحكام أحكام بأصغناتي ثلاثة سدح وتدوم ودائم يسوي أحكام تسدح ده وإني دائم أحاطة ومركة قراء قراءك هذا آخر ليسو سدح أولاس عطاء مدوى الباب قدر كيسا سيسا وهي أحكام تاسي الوجوب وواجب نمو والجواز بنانان مديد يقابن واللزوم لازم نمو لازم كمركة يعني وكوين يهي واجبك يعني لا بد منه يعني لحظة حركة أي إن لم ذه ويمارد المد المتصل أنه يمانه وحكى لي رضوان المد الواجب المتصل حكمه الوجوب حكم كيسوا واجب نموي سبب كيسن وامحي وهمزة تمت حرف مد جلاشي في كلمة واحدة المد المتصل هو كاسي مد متصل كان أن يقع إنه دعوي حرف المد حرف المد إنه دعوه والهمزة همزة بعده أي كدم بيسه في كلمة واحدة كلمة نحن يدن أي دعاوة أن يقع حرف المد حرف مد إنه دعوه إيه والهمزة همزة بعده همزة حرف مد كاس أي كدم بيسه في كلمة واحدة السماء وكلا كلمة دي حرف مد في كلمة حرف مد إيه همزة في كلمة واحدة بينها حكمه وجوب المد مد كيسة إنه واجب يهيوي بمقدار أربع أو خمس حركات أفر أما الشن حركة قدر كذين لمضى وصلا مركا لحريرنا بما بعده وحكا دنبي أو وقفا مركا لقو استاقب عليه كركيسة من طريق الشاطبية طريق الشاطبية يعني ما عرفتي مركا يعني لفيريوي مثلا يعني السماء مجدة والسماء ذات البروج ومرك الحريري والسماء مرك اللي هو استاغر مثلا مثال هذا نقول شاخصي الخائنين الملائكة جاءنا يزاد المد إلى ست حركات لحركة أي لو زيادة بويري قرمة حال الوقف على همزته همزتي تدي لو استاغوا المتطرفه ضرف كدعدي اجيس كدعدي نحو الدعاء الدعاء مركه همزته اخر كدعدي لو استاغوا وشاهد من التحفه فواجب ان جاء همز بعد مد في كلمه وذا بمتصل يعد فواجب وواجب ان جاء همز همزه دي ويماده همزه اسو بعد مد حرف مد جلاش يتمت في كلمة كلمة نحذين نأيكوي ماذا وذا نوعا بمتصل متصل بقى يعد لغتريا وذا يعد حلغتريا بمتصل متصل بقى لغتريا أمثلة المد المتصل مد كمتصل كأمثلة ديسة ويسمى مد واجب لغم رعاوة ومتصل مركب الحكولية هاي إذا كان المنفصل أربعة يمد المتصل أربعة وإن كان المنفصل خمسة يمد المتصل خمسة من طريق الشاطبية تنهد فائده سيقصه داريوي معنى وحولي هاي يسمى مد واجب متصل إذا كان المنفصل هدي أو منفصل ك يعني إذا محوها مد منفصل كأفر حركة مد يسو إلا جائز كوحان المنفصل كان دائرين يقابل باكو بانان كان متصل كان وعين أفر مدى حتى سيقى الشن مدى يسنى متصل كوعينات
شن مدة يعني محوكة ولا مدك متصل كمية العنكرة مدك جائز كه مر والبوائن والسجى وكب التاوي مثال الهمزة وسط الكلمة الهمزة متطرفة همزة أو يعني وسط الكلمة كلمة لحد هذه النقطة الملائكة وكهذا همزة دي كلمة لحد هذا العدو أنا متصل والسائلين يضغط جيس لحظينا شهداء وفي كلمة واحدة والسماء سيدوك يضغط لحظة قشي بريئون خطيئته يضيء السوء قائمة هنيئا قروء تفيئا مركا متكا إن شاء الله هل كاس أيان ساقينا المد المنفصل أيان كود دونا على كل حالة فكرة هان وفهمتين متكا معنيه إسا يعني واحد فهمتين حروف تيسا سببت كانت متكة هي أنواع ديسا وأن قارك بلوني قارك كلي حرينا إلى درسي صوص صعدة يومتك كحجة لبنا درسي هدي عن كل ما يكرنه هي نسكت هنا أنا لبنا درسي عن كده إن شاء الله مركا هتدي ولا معلوماتك كتاب تقريبا ولا معذي دروس يرير وكلام كده للشيخ إذن هل درسي كلا أيه نقول نونتا أنت سينوجوا هذا وبالله التوفيق وبارك الله فيكم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله.